كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. جمعية الشبكية المصرية بترحب بيكم في برنامجها اليومي الجديد شبكية اليوم رمضان راتنا ديلي راتنا ريسيبي. في البرنامج النهاردة هنقدم وجبة دسمة وسريعة في أحد موضوعات الشبكية والوصفة السحرية لعلاج المشكلة. كمان هنتعرف على عن قرب عن ضيفنا العزيز الدكتور أحمد الصاوي، ويسعدني اليوم ان انا استضيفه الدكتور احمد الصاوي، استاذ طب وجراحه العيون في القصر العيني ونجم الشبكيه الصاعد الواعد اللي احنا منتظرينه من زمان. وقبل ما نتكلم على الجزء العلمي هنتعرف اكتر على بعض الجوانب الشخصيه من حياه الدكتور احمد الصاوي واللي ساهمت في وصوله الى ما هو عليه الان في مجال امراض الشبكيه. اهلا دكتور احمد. اهلا دكتور محمود، كل سنه وحضرتك طيب. بنرحب بيك. اهلا بيك. يا ريت يعني دكتور احمد تقول لنا كده سريعا، ايه يعني انت اتولدت فين، دخلت مدرسه ايه، درست بره، درست جوه، يعني احكي لنا عن نشأتك. اوكي، انا اتولدت في القاهره، دخلت مدرسه اول ما ده يعني اول خالص دخلت مدرسه بورسعيد في الزمالك، قعدت فيها فتره لحد الاعداديه تقريبا. وبعد كده كان والدي كان عايز يغير المدرسه بالنسبه لي، لانه كان شايف ان المدرسه بعتها ساعتها ما بقتش على قد المستوى اللي هي بدات عليه، والسمعه بتاعتها اللي كانت قبل سنين قبل كده ابتدت يعني تتدهور شويه، فهو كان شايف ان انا هنهار مع المدرسه دي، فحب ينقذني وقال لي واقترح عليا ان انا اخش اعمل الاي جي سي اس اي، ونقلت مدرسه دار التربيه ساعتها عشان اعمل الاي جي سي اس اي. وفي المدرسة دي يعني هو كان تشالنج بالنسبة لي ان انا احاول احقق سكور عالي، لان هو كان ما كنتش بحقق سكور عالي قوي في مدرسة ايام اعدادية وكده، ما كنتش الموضوع ده بالنسبة لي كان بسيط، بس انا اخدت قرار ان انا ساعتها محتاج اجيب سكور كويس عشان اقدر اخش الكلية اللي انا عايزها. وفعلا كان التارجت بتاعي ان انا اجيب 90% وفما فوق، وفعلا عملت كده وجبت 94% في السكور بتاع الاي جي سي اس اي، وده اهلني ان انا اخش دخلت كلية الطب. بس دخلت كلية الطب وانا ما عنديش لسه اي بلان انا عايز اتخصص في ايه، بس انا والدي كان استاذ امراض باطنة ورئيس جمعية امراض باطنة، فبالنسبة لي هو كان يعني قدوة في الحتة دي، ولكن التخصص نفسه ما كانش مستهويني قوي، لكن ان انا قررت ان انا اكمل وبعد كده هشوف. قول لنا بقى، انا هكمل تاني دايركشن. قول لنا ازاي وقعت في حب طب وجراحة العيون؟ وانا وقعت في حب طب وجراحه العيون بالصدفه، لان انا كنت اصلا طول فتره الامتياز مقرر ان انا اخد كارديولوجي، ال 11 شهر بتوع الامتياز كلهم كارديولوجي، مقضيهم في اسم الكارديولوجي تماما، قاعد مع النواب بجهز نفسي ان انا خلاص هاخد كارديولوجي، ام جوينج ان دبث معاهم في التشخيص وبخش معاهم جوه في العمليات، فالموضوع ده كان هو مسيطر عليا تماما، لحد ما قبل القعده بتاعه النيابات بتقريبا يومين القرار اتغير خالص بسبب موقف حصل معايا، وانا كنت طالع امتياز بشارك بتكلم مع النائب بتاع الكارديولوجي، وكان عنده كان مشغول في السي سي يو، كان مش نايم بقاله 5 ايام، وكان هدومه بايظه وعمال يجري يمين وشمال، وعنده عيان ارست، عنده يعني حسيت ان الموقف تنس، وقلت ايه ده، هو ده اللي مستنيني بعد كل ده، بعد كل اللي راح اصلا السنين اللي فاتت دي، انا مش عايز سنين تانية جايه تروح بنفس الطريقه دي. وخرجت من عنده فعلا غيرت رايي، وانا مروح انا مش هاخد كارديولوجي وانا عايز اخد رمض. ما اعرفش ليه بقى اخد رمض، لان انا اصلا ما كنتش حضرت رمض اساسا فتره الامتياز، وما اعرفش اذا كنت هحبه ولا لا، وما اعرفش اذا كنت اصلا هعرف هشتغل العمليات الدقيقه دي جدا ولا لا، لكن خدت القرار. طبعا والدي ساعتها كان يعني مش قادر يقول لي حاجه، بس كان ديب انسايد، كان متضايق شويه، بس يعني احترم رغبتي. طيب كويس، دخلت العيون وكانت نيابه لطيفة مش بائسة زي نيابة الكارديولوجي؟ نيابة العيون كانت لطيفة، لا الحقيقة كانت لطيفة طبعا، أنا الوحدات اللي رحت فيها كلها كانت برضو وحدات لطيفة جدا، رحت الأول اسم 16 وحدة الدكتور سعيد العنتابلي، دي كانت اسم وده كان اسم اتعلمت فيه البيزكس اوف ميديسن، يعني الكلينيكال سكيلز كلها اتعلمتها في الاسم ده اكتر من السيرجيكال سيلك سكيلز. وبعد كده لما نقلت لوحدة الدكتورة فادية الجندي، دي كانت تيرنينج بوينت سيرجيكلي بالنسبة لي،
ودي اللي خدت فيها جرين لايت ان انا اشتغل كل انواع السيرجري اللي انا كنت بطمح ان انا اشتغلها بما فيها الشبكيه، لان الشبكيه محتاجه جرين لايت من رئيس الوحده، ما ينفعش حد يخش يشتغل شبكيه كده لوحده، لازم ياخد الجرين لايت. دكتوره فادي ادتني جرين لايت وسهلت لي الامور تماما، وانا الحمد لله يعني ما خيبتش ظنها وابتديت اشتغل. بس كان مجهود بقى رهيب، لان انا كنت بشتغل اكشولي في الحوادث، يعني انا كنت بشتغل واشتغل اوفر نايت، يعني كان كل اسبوع اخش كده اخلص اليوم اروح بالليل في الحوادث اشتغل اوفر نايت شبكيه لحد الخميس الصبح، حالات بقى بخناقات مع التخدير وهكذا، لحد ما يعني الموضوع ده اخد مني كذا سنه، يعني علاقتي بالتخدير ما كانتش لطيفه خالص الفتره دي. زي ما قلت لك كلنا علاقتنا بالتخدير بتتحسن مع الوقت، بعدين صاحبنا. يعني انت فتره نيابتك قضيتها في القصر العيني بالاساس، اي سفريات الى الخارج، اي تدريب في الخارج؟ سافرت تدريب بسيط الى الخارج في المانيا، ولكن هو حقيقه لم يضيف لي اي شيء، يعني انا فعلا باجزم ان هو ما لم يضيف لي اي شيء، يمكن حاجه او حاجتين بسيطه جدا، لان انا ما سافرت، انا كنت بشتغل شبكيه وانا مدرس مساعد، وانا سافرت بعد الدكتوراه ما حسيتش ان اي اديشن حتى التكنيكس او البيزك بروسيدجرز هي، لقيت ان احنا في القصر العيني يعني سيرجيكالي احنا متقدمين جدا على الناس دي، او كمرحله سنيه، يعني المرحله السنيه الواحد بيبقى فيها بيشوف اللي قده بره بيشتغلوا حاجات اقل كتير جدا، وبالنسبه لهم هم بعد كده بيقول ايه ده انت ازاي عملت كل الكلام ده، وبالتالي يعني بس هي كانت تجربه مفيده، من الواحد بيشوف الدنيا بتشتغل ازاي، السيستم ازاي، والاورجنايزيشن ماشي ازاي وهكذا. طيب ايه هواياتك يعني الاساسيه، هوايتك ايه؟ هوايتي الرئيسيه الرياضه، يعني الرياضه انا عارف انت راجل رياضي عتيد. هي المتنفس الوحيد بالنسبه لي يعني. طيب بتسافر؟ انا عارف انت بتحب السفر زي حالاتي، ايه بتحب تروح؟ قول لي كده احسن بلد، الطف بلد حبيتها فين؟ هو حضرتك اكيد برضو سافرت اليابان معانا تقريبا، واعتقد سفريه اليابان دي كانت اسف لا ما سافرتش اليابان بس في الليست. يعني اليابان دي كانت سفريه مختلفه تماما، يعني كانت very different experience في كل حاجه يعني. لا صحيح. طيب يومك ازاي في رمضان بقى بالمناسبه؟ يعني يومي في رمضان طبيعي، يومي في رمضان بتسحر بين كيلرز، يعني لازم اخد بين كيلرز على السحور. سندوتش بين كيلرز لازم يعني انا بعد السحور لازم اخد الاثنين بنادول اكسترا عشان انام بيهم، لان انا تاني يوم لو فلت مني الموضوع ده بقضي يوم صعب. فالسحور بالنسبه لي عباره عن البين كيلرز مع الاكل، واثناء اليوم بقى طبعا لو شغل وبرده رياضه وبعض الطقوس الرمضانيه المعتاده يعني. طيب اكلتك المفضله ايه في رمضان؟ بحب اكل ملوخيه طبعا. ملوخيه؟ انت من عشاق الملوخيه. جميل. اتعرفنا دلوقتي على يعني النواحي الشخصيه من شخصيه الدكتور احمد الصاوي، ونطلع فاصل سريع كده وندخل بعد كده على الجزء العلمي اللي هو هيكون على يماني تكنيك. عدنا بعد الفاصل مع اخي الاستاذ الدكتور احمد الصاوي اللي هيقدم لنا النهارده وصفته على اليماني تكنيك اللي هو يعني ان فوج في الفتره الاخيره، وحللنا مشاكل كتيره في التعامل مع بعض الحالات. اهلا دكتور احمد. اهلا دكتور محمود. انا عارف ان النهارده انت يعني هتقدم لنا وصفتك السحريه للتعامل مع المشكلة اللي احنا بنقابلها، ان عيان فيكك ولا حاجة او displaced او dislocated IOL ومحتاجين ان احنا نحط له IOL in the absence of the capsular support. فقول لنا كده بقى ايه الوصفة السحرية بتاعتك كده وتفضل. بالنسبة لليماني طبعا I would like to share my screen دلوقتي.
طبعا هو يعني تكنيك از وان اوف ذا بروسيدجرز اللي ممكن تبقى انفولد في الكوركشن اوف افيك. في اذر تكنيكس يعني اكوردنج تو ايتش كيس، بس احنا هنركز دلوقتي على اليماني تكنيك. هو اليماني تكنيك ده اتس ا فيري ديماندنج تكنيك، يعني محتاج تريننج، محتاج موديفيكيشنز از يو جو اون وذ تكنيك. كل مره هتكتشف انك محتاج تعمل سلايت موديفيكيشن تسهل لك التكنيك اكتر في المره اللي بعدها، وده اللي حصل معايا. فا I would like to discuss this with you دلوقتي. احنا دلوقتي اليماني تكنيك is a very demanding procedure، يعني هو محتاج instruments كتير حواليك قبل ما تبدأ ترتب الترابيزة بتاعتك كده، عشان ما ينفعش اخش اعمل يماني تكنيك والحاجات بتاعتي مش جاهزة. الحاجات بتاعتي المفروض تبقى مجهزة، حاجات كتيرة قوي لازم اتأكد انها على الترابيزة معي. طبعا من اول البليدز بتاعتنا كيراتوم MVR، طبعا الديسبوزبل سيرنج نيدلز الموجوده، بنحتاج هيلون، بتحتاج الثري بيس اي او الز، اي وود بريفير السنسر لانس عشان السي لوب بتاعها، هنحتاج تروكر ان كانيلا سيستم، هنحتاج انفيوجن كانيلا، هنحتاج 8 او فايكرال سوتشر، هنحتاج الالكتريك كوتري، وهنحتاج اهم حاجه طبعا ال 23 جيج وات ايفر، يعني ممكن يبقى 23 24 بس انا بريفير 23 جيج، فيتروريتنال سيرجيكال انسترومنتس، سيرجيكال فورسبس، سيريتد بلاتفورم. دول الحاجات دي كده بنرصها على الترابيزه قبل ما نبدا، لان مش هينفع ابدا وانا الحاجات دي مش عندي. ف انا اي ويل شو ا شورت فيديو دلوقتي عن البيزك ستابس اللي انا بتبعها في التكنيك ببعض الموديفيكيشنز او قبل الموديفيكيشنز. اول حاجه انفيوجن كانيلا از ا فيري امبورتنت requirement في كل الحالات، ما ينفعش اي سي مينتينر، لازم انفيوجن كانيلا. اي سي مينتينر هتعوقني وانا شغال، مش هعرف اشتغل في الفيلد، والاي سي والانفيوجن كانيلا هناخد بالنا ان نحطها at 6 o'clock away from the surgical field، عشان ما احنا دايما بنشتغل inferior inferior nasal. تاني حاجه مهمه جدا انا عملت لها موديفيكيشن، احنا هنا شايفين ان انا كنا الاول بنعمل الكورنيال انسيجن at 12 o'clock، والسايد بولز بتاعتنا على اليمين وعلى الشمال اولموست، واحده هوريزونتال اند واحده اوبليك، بس بعد كده اكتشفت ان السوبيريرلي لوكيتد كورنيال انسيجن ده ممكن يبقى بيمثل ديفيكولتي لما نيجي ندخل السوبيريور هابتك جوه العين، بيحصل اكسسيف تويستنج بتاع اللانس والهابتك. فانا ما عدلت شويه في الموضوع ده في الحاله دي، وعملت الانسيجن دايما يبقى شويه اوبيك 125 135 degrees almost to the horizontal axis، ومعاه السايد بورتس بتاعتي برضو almost to the horizontal axis، يعني تقريبا 20 مليمترز 20 degrees away from the horizontal meridian. ده اللوكيشن بتاع الانسيجن بيسهل حاجات كتيره جدا جوه السيرجري ما كناش واخدين بالنا منها. بعد كده بنخش على الماركينجز بتاعتنا، الماركينجز should be very precise. انا بعمل 1.5 مليمتر ماركينجز، 1.5 مليمتر الانتري سايت، 1.5 مليمتر فروم ذا ليمبس، وبعمل انتراسكليرال تانل 1.5 مليمتر زي ما احنا شايفين. very important points ان الماركينجز دول لازم يبقوا exactly opposite to each other، ومش بس exactly opposite to each other، لا ده انا لو في imaginary line passing between the incisions لازم يبقى bisecting the cornea. انا هنا بقى بستخدم shaft of an instrument عشان اتاكد ان ال two incisions or two horizontal incisions bisecting the cornea quite well، عشان ده مهم جدا في الcentration بتاع اللانس. لو كانوا opposite to each other بس displaced فوق او تحت العيوال، بعد كده بتبقى displaced superiorly or inferiorly. ولو ما كانوش الماركينجز opposite to each other بيحصل tilt او decentration of the lens. اهم حاجه بقى دي مهمه جدا جدا، needle preparation قبل ما ادخل جوه العين. انا هنا ما عنديش demonstration ليها على الفيديو، بس انا هقولها. اول حاجه الانسولين سيرنج دي لازم اجيبها كده واعملها flushing with BSS، لان انا ساعات بيبقى فيه micro particles او debris in the bevel بتسد البيفل ما تخليش الهابتك يخش. قبل ما ادخل الهابتك برضو بعمل تيست اشوف بتاع الهابتك ده هيخش في النيدل ولا مش هيخش في النيدل قبل ما اخش جوه العين. تالت حاجه بفك النيدل شويه من السيرنج، عشان انا بعد كده لما بدخلها جوه العين واحاول افكها بتبقى ماسكه قوي، ما بعرفش افكها كويس قوي، فاحاول الوسن شويه الاتاتشمنت ما بين النيدل والسيرنج. البندنج هنا انا بعمله بطريقه تانية، انا بحب يبقى البافل بتاعي جوه العين بالجنب، وبالتالي عشان اعمل البندنج بجيب البافل لفوق، بعدين الف النيدل على 45 degrees على الهوريزونتال اكسس بتاعها كلوك وايز، بعد كده اي بند ات ابوردز. وبالتالي احنا ممكن نجيبها تاني عشان هي ما كانتش باينه، جت بسرعه، هجيبها تاني الحته دي. I start with the bevel upwards، وبعدين بلفه 45 degrees to the right
وبعدين بعمل البندنج ابوردز تاني، وبالتالي بتاكد ان كده البافل بتاعي جوه العين جاي بالعرض، وده بيسهل لي شويه ان انا اقدر امسك الهابتك اللي هو برده بيبقى جاي بالجنب، يعني ما بحتاجش ان انا احطهم فوق بعض. نيدل انسرشن بعد كده، دي الستيب المهمه بعد كده. انا اي وود لايك تو انسرت ذا ليفت نيدل وذ ذا ليفت هاند اند ذا رايت نيدل وذ ذا رايت هاند. ده بيخليني اي جو بريسايزلي وذ ذا ماركينجز، لازم ابدا بريسايزلي وذ ذا ماركينجز، فولو ذا انتراسكريال تانل بيرفكتلي، واخش جوه العين اكزاكتلي ات ذا اند اوف ذا تانل. والانتري سايت اون بوث سايد شود بي اوبوزيت، برضو دي مهمه جدا. انا ممكن اعمل الماركينجز كويس بس لما اجي اخش جوه العين ما يبقوش الانتري سايتس اوبوزيت، فبالتالي انا ما حققتش اي حاجه وتبقى الاي او ال برضو دي سنتر. هنا برضو بنفس الطريقه the other needle is introduced the other way around، برضو بجيب البافل اللي فوق والف على الاكسس بتاعه 45 degrees بعدين اي بندد ابوردز. دلوقتي بفك خالص النيدل من السيرنج اند اي جو بعد كده وذ ذا موست امبورتنت ستيب واللي هي ديلينج وذ هابتكس. ديلينج وذ هابتكس اي دو ات افتر ذا انسرشن اوف ذا اي او ال، لازم املى الانتي تشامبر وذ هيلون اند اي لوور ذا انفيوجن بريشر عشان اذروايز بيحصل هايبوتوني ورينكلز اوف ذا كورنيا وعرفش اشوف. تاني خطوه باي مانوال هاندلنج اوف ذا هابتكس، الانفيرير هابتك اي ديل وذ ات باي مانوالي وذ تو فورسبس، والسوبيرير هابتك اي ديل وذ ات وذ برضو وذ تو فورسبس باي مانوالي. بعد ما بعمل كده عندي حاجه اسمها فايكرال ريسكيو نوت، انا يعني حبيت بحب اعملها في الاخر عشان اسكيور الهابتك ما يحصلوش سليبج. هنشوفها دلوقتي الخطوات دي كده. هنا بملا فيسكو الاستيك بس بملا او في دي اللي هو هيلون، و الباي مانوال هاندلنج بستخدم تو فورسبس، واحد داخل من السايد بورت اليمين واحد داخل من الووند، بفضل اسلمهم لبعض لحد ما امسك الهابتك من اخره وبالتالي اقدر بعد كده انجيج الهابتك في النيدل ايزلي اند اي جو اوت اند جو وذ الكوتري. انا شايف ان الباي مانوال هاندلنج ده مهم جدا. هنا في نفس الطريقه باي مانوال هاندلنج سلمت من ايد لايد وسلمته للفورسبس، الفورسبس اللي على الشمال داخل من السايد بورت اللي على الشمال، وبالتالي بيجيب الهابتك من اورينتيشن اقدر ادخل بيها الهابتك في الانسولين سيرنج الناحيه الثانيه اند اي جو اوتسايد. هنا دي طريقه ثانيه برضو، بس انا هنا دخلت برضو ما كانش باي مانوال قوي، بس دخلت بسنسكي هوك بايد بظبط الاي او ال و I get the haptic from its tip about 3 millimeters and I engage it. وخلي بالنا هنا الانسيجن بتاعي كان 135 degrees، يعني الاورينتيشن بتاعت الاي او ال is more easy ان هي to be engaged with the needle inside the eye other than لو كان الكورنيال انسيجن at 90 degrees او vertical. هنا بعد ما جبت الهابتك وعملت الفلانج اوف ذا هابتك، دي الريسكيو نوت اللي انا بحب اعملها ساعات عشان اسكيور الهابتك ده انه ما يحصلوش سليبج وانا بدخل الهابتك التاني. بعمله بعد ما بعمل الكوترايزيشن، وبالتالي ببقى يعني مطمن شويه انه مش هيحصل له سليبج وانا بدخل الهابتك التاني. طيب احنا عندنا مشكله، الهابتك ده دخل جوه العين بس مش جاي خالص الاورينتيشن بتاعه مع النيدل، فبالتالي انا بقعد اسلمه كده شيك هاند تكنيك، بسلم من فورسبس لفورسبس، افضل ارجعه من فورسبس لفورسبس من فورسبس لفورسبس لحد ما جت الاورينتيشن بتاعته وقدرت اظبطه على النيدل تو بي انجيجد. بعد كده بقدر اخرجه سلولي واعمل بعد كده الكوتري. الكوتري مهم جدا ان انا امسك التيب اوف ذا هابتك ات ايكوال بوينتس، انا بختار 3 مليمتر فروم ذا تيب على الناحيتين عشان ما يحصلش ديسنتريشن، عشان يبقى السايز اوف ذا فلانج از ايكوال اون بوث سايدز. ودي الستبس اللي انا بحب اعملها دايما في اليماني تكنيكس، او سام موديفيكيشن سام ماينر موديفيكيشنز ذات ميكس ماي لايف ايزير وين ديلينج وذ ذس تكنيك. شكرا دكتور احمد على البرزنتيشن والوصفه السحريه الجميله دي، بس التكنيك صعب. التكنيك مش سهل. عندي شويه اسئله كده، وانا قبل ما ندخل في كمان في الوصفه السحريه بتاعتك، يعني قول لي بقى، يعني اليماني تكنيك انت ممكن تعمله لو انت عندك ديسلوكيتد اي او ال ورا، تقدر يو كان يو ابلاي ذا يماني تكنيك ان ا ديسلوكيتد لينس؟ هو انا بخليه مش الفيرست اوبشن خالص، بخليه دايما يعني ثيرد اوبشن ميبي لما اتاكد الاول مفيش اي ريم مثلا. نوع العدسه طبعا بيفرق لو كانت هي 3 بيس ولا 1 بيس،
لو جت 3 بيس وفي جود اكسس ده بيبقى فيرست اوبشن بالنسبه لي. لو جت 3 بيس ويعني بيبقى فيه تو اذر اوبشنز، يا اما ايرس سوتشرينج وما بحبوش قوي، يا اما ممكن يبقى اليماني تكنيك ده سكند تشويس بالنسبه لي. الاوبشن اتفضل. الاوبشن الاخير اللي هو ريترو بيبيلري ايرس كلو، دي بس ما بستخدمهاش خالص الا لما يكون انا اصلا ناوي افتح وند كبير، يعني مثلا بطلع عدسه انتي تشامبر لينز فكده كده فتحت، وبالتالي اقدر ادخل العدسه الكبيره دي. اي دونت جو فور ات خالص لما اكون ما عنديش بيج وند تو جو ثرو. يعني سؤال تاني، لو انت بتعمل مانيبيوليشن للهابتك، ساعات الهابتك بيتكسر منه حته كده، اكيد حصلت لك. اكيد حصلت. يس. فبتعمل يو كاري اون، لو الكسر ده صغير از سمول بريك، يو كاري اون وذ بروسيجر ولا يو ابورت؟ اوكي، هو الكسر ده هيفرق هو حصل قبل ما عملت الفلانج ولا بعد ما عملت الفلانج. تمام. هو وهو منين برضو؟ طبعا لو الكسر كبير خالص والهابتك باص خالص I have to explain this lens. لكن لو very small break at the tip مثلا من الفورسبس، مسكت الفورسبس كانت قوية مثلا، I would try to do the same haptic again. بس الغالبا ان الهابتك لما بيتكسر الادجز بتاعته بتبقى irregular وما بتخشش تاني خالص في الانسولين سيرنج دي خالص، وبالتالي انا بغير النيدل خالص وبخش بنيدل اكبر، بخش ب 2.5 مليمتر نيدل. هي دي هتقدر تدخلها. لو حصل بقى ان انا حصل لي سليبج بعد ما عملت الفلانج، بقص الفلانج جوه العين، بقص الحته اللي كانت معمولها فلانج دي جوه العين، وبرده بقى الحته المقصوصه دي تبقى irregular، فلازم برضو ما ينفعش تخش في ذا سيم انسولين سيرنج، فبغير السيرنج خالص واجيب سيرنج اكبر ببافل اكبر عشان اقدر ادخلها وتقدر واقدر اخرجه. الناحيه الثانيه بقى ممكن اعملها كومبنساتوري برضو اي ريدكشن ان ذا سايز عشان تبقى ايكوال اون بوث سايدز. جميل. اوكي، ده فيري نايس. احنا دلوقتي هنطلب منك وصفتك السحريه للتعامل مع اليماني تكنيك. Infusion cannula, very important, very, very important. Adjustment of the pressure of the infusion cannula برضو through different steps is important. Heal and filling the anterior chamber is extremely important عشان يمنتين البرشور ما يحصلش hypotony wrinkles in the cornea. مكان الانسيجن انا غيرته، خليت الكورنيا الانسيجن more or less oblique, side ports more or less horizontal. الماركينج بتاعتي 1.5 مليمترز in away from the limbus and 1.5 مليمترز in the length of the tunnel. Needle preparation is very important. بحضر النيدل قبل ما ادخلها، اتاكد ان هي شغاله، اعمل لها فلاشنج، اتاكد ان هي بتاخد الهابتك، والباندنج بتاعي بعمله بالبروسيدر اللي قلناه. النيدل انسرشن following exactly the marks. By manual handling of the haptics انا بحب اخش باثنين فورسبس دايما وانا بعمل manipulation of the haptics، واحد داخل من سايد بورت، واحد داخل من مين انسيجن سواء ده او ده، واسلم من هابتك لهابتك، واسلم من هابتك لهابتك لحد ما اوصل للتيب اوف ذا هابتك اند انا انجيج ات. لو حاولت امسك الهابتك مره واحده كده بوان فورسبس بيجري مني ويطير وما امسكوش من التيب، وبيبقى الاورينتيشن بتاعه واخد سي شيب مثلا ومش مفروض، وبالتالي ما بعرفش امسكه. ف managing the haptic with two forceps before needling is very important. ده بالنسبه لي rescue knot دي بعملها لما احس ان اللور هابتك ده ممكن يسليب، ف يعني بتديني بتطمني. وفي الاخر خالص السيمتريكال فلانجز از فيري امبورتنت. طبعا لازم عندي كوتري شغال، ودي مشكله مثالي، دي اكبر مشكله. يعني كتير قوي الكوتري ما بيشتغلش، يعني بنواجه المشكله دي، بس وي هاف تو بي ريدي وذ مور ذان وان كوتري. دي وصفه سحريه فعلا. دي وصفه توصلنا للي احنا عايزينه فعلا. السؤال الاخير دكتور احمد، ايه نصيحتك بقى للاطباء الشبكيه الشبان للوصول الى النجوميه زي حالتك كده؟ انا ما وصلتش للنجوميه يعني ولا حاجه، بس هو في حاجات يعني الواحد لازم يعملها. انا كان عندي اعتقاد دايما جدا ان الاوبزرفيشن او اوبزرفر شيب از فيري امبورتنت، اكتر زيها زي الشغل. يعني انا شايف ان هي حتى ممكن تمثل 60% من التعليم. اللي ما عندوش فرصه انه يشتغل حالات كتير يعوضها بالفرجه. طبعا عندهم دلوقتي شانلز كتير جدا انهم يتفرجوا، يوتيوب، اي تيوب، كل حاجه معروضه. اتس فيري ايزي ان هو يجو يشوف التكنيك. التاني حاجه عايز اقول ان مش سيرجري از نوت اولويز ذا بيست سوليوشن فور ذا بيشنت.
surgery is not always the best solution for every patient. We have to listen to patient complaint الأول ونشوف إذا كانت surgery دي هتفيد ولا لا. If the surgery is not going to be beneficial for the patient, I will not go for the surgery. We dealing with the patient as a human being and listening to his complaint is very important. شكرا جزيلا دكتور احمد على Thank you, دكتور محمود. على اللقاء اللطيف ده, وكل سنه وانت طيب. كل سنه حضرتك طيب, وكل سنه وكلكم طيبين, جميعا طيبين, ورمضان كريم, ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.